بمناسبة العام الجديد 2024 والذي يتزامن مع العطلة الشتوية، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا يشمل كامل ربوع الوطن من خلال التواجد الميداني لوحدات الدرك الوطني، خاصة على شبكات الطرقات التي تقع ضمن اختصاص الدرك الوطني، من أجل تسهيل حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية. أيضا تزامنت هذه المناسبة بإطلاق قيادة الدرك الوطني لحملة تحسيسية توعوية لفائدة مستعملي الطريق من أجل تجنب الوقوع في حوادث المرور. أيضا وحدات الدرك الوطني ستكون حاضرة عبر مختلف فضاءات الترفيه والتسلية، عبر مختلف الأماكن العمومية التي تشهد إقبال للعائلات، من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء قضائهم لفترة العطلة الشتوية. كما تم تنظيم عدة مداهمات عبر كامل ولايات الوطن، وهذا من أجل بث الطمأنينة والسكينة في أوساط المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.